عبدو شو عم تسوي هون؟ جاي مسي عليك وتملى بهالخلقة البهية. بطل اللي عم تشرشر أكابرية. حميل حالك وانقلع من هون. اسمعوا لعبدو، أنا تنازلت عن الشكوى مشان أخلص من العي تبعك ومن هالخلقة البهية. يا على عيني وفضلك على راسي الحقيقة. لك أورجيني عرض كتافك وحلي. تأمر أمر، بس قبل ما أرجيك عرض كتافي رح أرجيك شي تاني. والله لا خلي الصغير والكبير يبزع عليك بالبلد كله يا كلب. لعلمك شلون تاكل مال الأرامل واليتامى. شلون؟ ماني شبعانك. ويستر على أختك يا عبد السعد. أتاني بوشيدك. والله ما عاد نسيتك مكمش. بوشيدك تركني أقول لك. والله ما عاد عيده. هذا جاع. جبتك على المحل اللي لازم تكون فيه لحتى تشهنق وتنهق مع رفقاتك، بس هدول نضاف مو مثلك وسخين ومعفنين من جوا. ولك وحياة اختي يا عبدو، وحياة اختي. ما رح اجيب سيرتك بكلمة وحدي، بس صدقني. اتاك ليش انت عتقتن للنسوان المساكين من وطاوتك ودناوت نفسك؟ ولا بكرة الصبح شوفي علي اجارات رح ادفعن منيحيك. اسمع مني هالكلمتين اللي رح اعمله فيك هلأ، بس لحتى تضلك متذكر انه الدنيا لسه فيها زلم. بكرة لما بيجوا كباريت الحارة والعسكر بيشوفوك ملحوش هون، بدون يسألوك مين اللي عمل فيك هيك، رح تقلن عبدو العربجي، ورح ياخدوني دكوني بالحبس، وبيجوز يدكوني بالحبس جمعة، شهر، سنة. بس لما اطلع من الكركون يا ابو سليم ما رح يروي لي غليلي غير اني انكت مصارينك نكت، غير اني شركك تشريك، لانه ايدي مشحمه وناوي اذبح قديش. والله العظيم، والله العظيم اذا بجيب سيرتك كنت وحدي. شو ما بدك عمل فيني؟ هي جركس شاهد عياد. شو جركس؟ تضمنه جركس؟ انا بدي اضمنه. هذا بينضمن عمي عبدو. ما بيضمنك. حسبي الله ونعم الوكيل.